بص البحر المتوسط علشان نرد جزء من الجميل لنجم كبير، نجم من الزمن الجميل، الكابتن عبد الفتاح الجارم. وحشتنا يا كابتن جارم. شكرا يا كابتن على ذوقك وعلى المقدمة الجميلة، ومنورين قناة النادي الأهلي، منورة في اسكندرية. ما شاء الله نمسك الخشب. كابتن جارم فورمة وممكن نرجع لعب تاني. يا ريت. فاكر الهتاف بتاعك؟ اصحى يا جارم، صح النايم، حط الكرة جوه الجول. دي كانت ليها مناسبة كابتن، سنة 78 كنا الدور الأول، عندنا ثلاث نقط. وكان أيامها الدوري نقطة ونقطتين. فكان كله يقول لك مين هينزل مع الاتحاد. وأنا كنت في الإمارات ورجعت، فست ماتشات الجمهور طلع تعويذة بتاعت يلا يا جارم صح النايم. الكرة من الدقيقة 40 ل 45 من الشوط الثاني نكسب 1-0 وانا اجيب الجول. وهي دي السنة اللي الحمد لله حفرت حب جمهور اسكندرية او سيد البلد او الاتحاد للجارم. الحمد لله. عشان كده جه الهتاف من هنا يلا يا جارم صح النادي. واستمرت بقى لحد ما بطلت 87. طيب عايزين يا كابتن جارم نبتدي الحكاية والقصة من اولها بقى. كابتن جارم من مواليد اسكندريه، من منظره، البدايه بتاعتي وانا عندي 6 سنين في ظهرك على البحر هنا في المنطقه دي. بدات العب كره. فضلت العب، ما كانش فيه بقى براعم، ما كانش فيه النظام اللي هو اللي موجود دلوقتي. ابتديت سن 15 العب في نادي المنظره. ابتدوا يسمعوا في نادي الاتحاد، احنا في اسكندريه نقول على الشمال شطلاوي، في واحد شطلاوي في المنظره بيلعب حلو. جاء عم ورداني الله يرحمه، اللي هو زي الله يرحمه الكابتن عبد البقال، كشافين زمان، كشف المواهب. جاء اتفرج عليا في المنظره فقال لي تيجي نادي الاتحاد. قلت له ده انا بحلم. ما نمتش اليوم ده. طبعا مشوار من المنظره للشاطبي مشوار بعيد. كانت الدنيا لسه ما كانتش العمار ده. رحت اتمرنت تمرينه مع الكابتن فاروق احمد علي. لا بس قبل ما تروح الاتحاد انا عايز بس قصه الملعب اللي جنبنا ده اللي كان بيلعب فيه الكابتن جارم وقتها، كانت الكره الشاطئيه وقتها، كنتوا بتعملوا ايه بقى لما الكره كانت تنزل الميه وقتها؟ لا ما هو احنا المشكله كلها الكره ما بتبوظ، الكره ما بتنفعش. لكن كنا كل واحد يومين ثلاثه عليه يجيب كوره. لان احنا بنلعب من اول النهار لبالليل، يعني من الصبح بالليل. على الرمله هنا وحفي. الرمله اللي هي دلوقتي الكره الشاطئيه. ايام ما كانش لسه في كره شاطئيه ولا حاجه. كنا الملعب الرمله. انت مش في فتره الاعداد دايما كنا بناخد لفه ملعبنا بقى في الفريق الاول في الرمله، يقول لك في مره رمله. ايوه طب انا كل يوم بلعب في الرمله، تخيل بقى. شوف فادتكم كتير دي. جدا جدا طبعا. تقويه العضلات كلها علشان كده وتعلمك المهاره بقى. طبعا لان الكره بتضرب الارض اللي الرمله مش مستويه، مش زي النجيله. فانت اما تلعب على الارض اللي مش مستويه وتيجي تلعب على النجيله ده انت تبقى طاير. فطبعا المنظره ليها فضل عليا كبير قوي قوي. كنتوا محظوظين لما بتلعبوا في الوقت ده. طبعا حاجه انت حاجه بتحبها. احنا كان ايام بقى لا في فضائيات ولا في نت ولا ما فيش عندك غير انك تلعب كوره. اللي غاوي يلعب كوره، بنلعب طول النهار هنا في المنظره. اسكندريه جميله وكل الناس بتحبها. كابتن جارم حياته كلها في اسكندريه. انا بعشق اسكندريه. تقدرش تطلع من اسكندريه؟ لا زي السمك لو طلع من البحر يموت. انت شايف حضرتك المنظر يا كابتن. منظر جميل. منتزه وراك تفتكر بقى الملك فاروق. الدنيا ترجع للتاريخ. اسكندريه تاريخ يا كابتن. في الاسكندريه يعني الاتحاد سيد البلد، المقوله المشهوره اكيد الاتحاد سيد البلد. الشعبيه الاولى. طبعا النادي الجماهيري الاول في اسكندريه. بس الاهلي والزمالك والاتحاد. والاتحاد الترتيب كده. ما شاء الله. احنا لما بنتكلم عن الاتحاد السكندري يعني بتتكلم عن 106 سنه تاريخ. يعني جيل الكابتن جارم هو اللي صنع البذره بتاعت لا انا جزء، انا فرع من الشجره، هي شجره كبيره مثمره. بدات من الاربعينات طبعا جيل الكابتن ديبه والكابتن كمال السباغ اللي هم ربونا وعلمونا حب النادي. قابلت طبعا الكابتن ديبه وشفته وقعدت معاه كتير. طبعا طبعا كان امين صندوق النادي. واحنا في السبعينات كنا بنقبض اول مرتب قبضته سنه 72. اللي هو العقد دلوقتي.
كان 4 جنيه 4 جنيه وقتها كان ده لا 4 جنيه ده ما في 2 وفي 4 الاساسي بياخد 4 وال 2 جنيه عملت ايه بقى بال 4 جنيه وقتها؟ لا ال 4 جنيه كان فلوس تصور الرضا لا احلى حاجه الرضا تبقى راضي انت بتمارس حاجه بتحبها وهتاخد كمان فلوس يعني حاجه انت عايز تدفع فلوس عشان تمارسها لا ده ابتدت بقى وابتدت يبقى هيبقى فيه نجوميه وفيه لا الكره الرياضه جميله بمناسبه بقى الكابتن ديبا وحضرتك يعني بتتكلم عن الكابتن ديبا وهو رمز كبير من رموز الاتحاد كابتن الجارم اتعلم ايه من الكابتن الديبا زرع فيا حب النادي الانتماء من وانا عندي 16 سنه كابتن ديبا لقيه بيتفانى في نادي الاتحاد كابتن كمال السباخ كابتن احمد كاتو كابتن سعد راشد على فكره كابتن سعد راشد لعب في كابتن فهمي جميعي دول لعبوا في الاهلي انا اتعلمت من الكباتن من جيل الاربعينات الانتماء والحب انك تدي الاول طبعا كان بدون مقابل طول ما كانش في فلوس بس في احلى من الفلوس الحب حب الجماهير طبعا حب الناس ما هو دايما انت لو دايما الحاجه الله يرحمها كانت تقول لك ربنا حبب فيك خلقه احلى دعاء مش بتقول لك خد فلوس ولا لا ربنا حبب فيك خلقه ده المكسب الحقيقي والثروه الكبيره اللي كابتن جابها ده رصيدي انا رصيدي في اسكندريه حب الناس والحمد لله وحضرتك فضل نادي الاتحاد اللي خلى حضرتك تيجي يا كابتن والكاست الجميل ده عشان تسجله معاه يبقى نادي الاتحاد له فضل طبعا أكيد. نادي الاتحاد نادي أكيد. كبير وحضرتك نجم كبير في نادي الاتحاد وصنعت نجوميه كبيره يا كابتن اسامه الملعب اللي احنا وراه ده اللي هو الرمله شاطئ البحر ده اللي لعبت فيه وبعدين اتنقلت بقى مكان الاوتيل اللي جنبنا ده مش عايز اقول الاسم طبعا فجاء عم ورداني اتفرج عليا ورحت نادي الاتحاد تاني يوم ما نمتش اليوم ده ما نمتش والله كان عندك كام سنه وقتها يا كابتن جاي 16 رحت نادي الاتحاد استقبلني الكابتن فاروق احمد علي اللي هو ابو المدربين يعني بتاع الناشئين من اول يوم كده وقفني قال لي ولا انت اللي بتلعب برجلك الشمال انت هتلعب في الفريق الاول من اول لحظه وبدات مشواري بقى بدات العب تحت 16 كان مين كابتن كان الفرق الناشئين طبعا الاسامي بقى الترام والاولمبي وشباب النيل يعني انديه شعبيه كان الكابتن طاهر الشيخ كابتن الاولمبي تحت 16 وقتها في الجيل بتاعك وانا كابتن الاتحاد حطوني انا كابتن فاروق قال لي انت احدث واحد بس انت كابتن الفرق فكان هما يبقوا في مجموعه واحنا في مجموعه النهائي كان الكلام ده سنه 70 71 كان الدوري واقف بسبب الحرب فكنا نلعب النهائي بتاع بطوله اسكندريه في الاستاد اسكندريه ياما لعبت فيه انت كابتن وجبت جوان فينا اسكندريه احلى ماتشاتنا كانت تلعب هنا في اسكندريه انا عارف فكنا نلعب النهائي ويحضر بقى رئيس المنطقه ويحضر النهائي الاتحاد الاولمبي بس احنا كنا دايما نكسب وكانت المنافسه بيني وبين الكابتن طاهر الشيخ على هداف الدوري في الناشئين كنت بتسجل اهداف كتير في الناشئين وقتها انا كنت بجيب 60 جول او 50 جول في الموسم الواحد والكابتن طاهر برضه كان بيجيب 40 50 جول بصراحه فكانت منافسه شريفه بيننا وبين الاولمبي ابتديت بقى اتدرج تحت 18 جيت في سنه 72 الكابتن كاتو كان عندي 19 سنه بالظبط كان عيد الشرطه في 25 يناير وهنلعب الاولمبي الاولمبي مين بقى جيل الذهبي البوري ايوه كابتن بوري الله يرحمه ومحمود بكر الله يرحمه كابتن سكران ومصطفى شتا كابتن بدوي عبد الفتاح وعز الدين يعقوب والكابتن فاروق السيد ده اساطير يا كابتن بقول لك انا نازل بقى صغير مرعوب وبنلعب في عيد الشرطه والمفارقه العجيبه سبحان الله عملت ماتش كويس قوي بس جبت جون والجون الوحيد اللي جبته انا جبت جوان كتير الحمد لله لكن الجون الوحيد ده اللي بيميني صور بيمينك انا عمري ما يعني انا اشول زي ما بيقولوا جبت جون وكسبنا واحد دي المباراه اللي سمعت وعلمت بقى عادي دي بقى اللي اتمرنت مع الفرقه الكبيره واتقرر يتصرف لي 4 جنيه في الشهر عشان انت هتبقى اساسي جاء 73 بقى الحرب اكتوبر والحمد لله كسبنا عايز اروح بقى يعني
برضه الكابتن الجارم كان في منتخب المدارس وقتها. المنتخب المدارس كنا مسافرين العراق. كان المعسكر بتاعنا في نادي الشمس. نادي الشمس ده بعيد قوي يا كابتن ومساحته كبيره. قعدنا حوالي 20 يوم او 25. مين بقى كان معايا؟ مين بقى الجيل بتاعك؟ غانم سلطان. ايوه. محمود الخواجه. اكرامي. بيبو. فاروق جعفر. اسامه خليل. الطرفاوي من اسكندريه كان حته لعيب الله يرحمه. هتسأل ما شاء الله جيل حلو قوي. طب ما تقول لنا بقى الحكايات والمواقف اللي كانت بتحصل ما بين الجيل العظيم ده. لا احنا كنا كلنا لسه ما لعبناش. لسه ما تعرفتوش. لا 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 خالص. احنا ابتدينا نتقابل بقى في الدوري 15-16 سنه. انا كنت في ثانيه ثانوي. وتهيألي الكابتن محمود الخطيب كان في اولى ثانوي. لكن اللي كان من سني غانم والخواجه وابتدينا بقى نحلم طبعا كل واحد في ناديه. بس انا اقول لهم يا بختكم انتوا بتلعبوا في الاهلي والزمالك. انا بلعب في الاتحاد. ايام جميله. عمر. الكلام ده من حوالي نقوله 55 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا كابتن. الله يكرمك.